السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الترم الجديد. النهاردة ان شاء الله هنبدأ اول فيديو في الترم بتاعنا، هيكون مرتبط بكلاس كبير قوي اسمه الاروماتيك كومباوندز او الفينومينا بتاعت الاروماتيسيتي. يعني ايه اروماتيك كومباوندز؟ يعني عكس اليفاتك. كل اللي احنا شفناه لغايه اللحظه دي في كل الفيديوهات السابقه وفي كل المحاضرات السابقه كانوا اليفاتك كومباوندز، سواء كان الالكينز، 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 الالكيل هالايدز، الالكولز، الايثرز، اي حاجه من الحاجات دي اللي احنا اوريدي شفناها، كل الحاجات دي كانت اليفاتك. يعني ايه اليفاتك؟ يعني حبه كاربونز ماسكه في هيدروجنز، سواء بالسنجل او كان في دبل بونز او تريبل بونز موجوده وخلاص كده. حتى لما شفنا سايكلز في السايكلو الكينز كانت السايكل سايكل، بس في الاخر الكومباوند بيهيفز از ان الكين، في الاخر هو سايكلو الكين. امال ايه بقى الاروماتيك كومباوندز دولت؟ دي كومباوندز بيبقى فيها رينج زي السايكلو الكينز كده، بس الرينج دي لها كاركتر مميزه، ما بتتفاعلش كالكين. الرينج دي جواها دبل بوندز، والدبل بوندز دي ما بتتفاعلش از الكينز. احنا المفروض عارفين ان لما يبقى عندي رينج، لو الرينج عباره عن منظر كده اهوت وخلاص، كل ديت CH2 اهي، المفروض انها تتفاعل as alkanes، تعمل reactions بتاعت الالكينز. ولو كان جواها double bonds، يعني لو نفس structure لو جيت حطيت جواها double bond كده، المفروض ان دي react as alkenes. ايه الالكينز بتتفاعل ازاي؟ by addition، ممكن اعمل addition على double bonds ديت. امال ايه الاروماتيك كومباوندز بقى؟ الاروماتيك كومباوندز لا، الرينج بتاعتي جواها double bonds وفي نفس الوقت it does not react as الالكينز. يعني ايه الكلام ده؟ اتفقنا. يبقى قلنا الاورجانيك كومباوندز كان بي كلاسيفايد انتو اليفاتيك اللي انت شفته لغايه دلوقتي، والاروماتيك اللي هو الكلاس او الفينومينا الجديده اللي انا بتكلم عنها. الاليفاتيك اللي انت تعرفهم لغايه دلوقتي، الالكينز، الالكينز، الالكينز او الالكينز، اي ديريفيتيف، اي فانكشن جروب جوه حاجه زي الالكينز والالكينز تمشي، تبقى في الاخر اسمها اليفاتيك كومباوندز. الاروماتيك كومباوندز ما هياش اليفاتيك كومباوندز. يعني انا بقول ان الكومباوند بتاعي اجرب الاول اشوفه اروماتيك ولا لا، طلع اروماتيك يبقى اروماتيك، طلع مش اروماتيك يبقى هو اليفاتيك كومباوندز. ايه هي الاروماتيك كومباوندز؟ هي كومباوندز رغم ان جواها ان ساتوريشن، جواها دبل بوندز، بس ستيل they do not react by addition، they react بطريقه ثانيه خالص اللي هي by substitution. اول كومباوند قابلنا ولفت انتباهنا في النوع ده من الكومباوندز هو كان البنزين. البنزين كان اول كومباوند شد انتباهنا لانه غريب، وبالتالي بدانا ندرسه ومنه وصلنا لكلمه اروماتيك كومباوندز. اي نعم في كومباوندز اروماتيك كتير ما جواهاش بنزين رينج، وهوريكم اكزامبلز جواها ستراكشرز ثانيه غير البنزين رينج، بس هو البنزين دايما لما بنقول كلمه اروماتيك كومباوند بنتوقع وجود البنزين رينج، لان اول كومباوند لفت انتباهنا للفينومينا بتاعت الاروماتيستي كان هو البنزين. البنزين زي ما انتم شايفينه كده الستراكشر بتاعه عباره عن 6 ممبر رينج، يعني رينج فيها 6 كاربونز، ادي كاربون 2 3 4 5 6، رينج فيها 6 كاربونز، ال 6 كاربونز بتوعي دولت bonded ل each other by single double single double single double، ده بنقول عليه conjugated system. يعني هو عباره عن 6 كاربونز جوه رينج وفي conjugation للدبل بوندز جواها، في جواها conjugation والريزونانس ممتد عندي جوه الرينج. جميل، ده كده شكل البنزين. المفروض العقل كان يقول لي ان انا عندي منظر زي ده، في جواه ادي واحده اتنين تلاته دبل بوندز، المفروض انا كنت اعرف اعمل addition reactions عليه زي اي الكين في الدنيا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فور اكزامبل انت متعود انك لو اخدت اي الكين، فور اكزامبل السمبلست الكين اللي هو الايثيلين، وجيت حطيت عليه حاجه زي البوتاسيوم برمنجنيت، المفروض ان ده بيعمل اديشن لاو اتشز على الاثنين كاربونز، يعني يديلك كده الداي اول، او اتش يمين واو اتش شمال. تعالى خد البنزين وحط عليه البرمنجنيت ديت، يدي لك نيجاتيف نو رياكشن. ادي اول رياكشن لفتت انتباهنا. جينا برضو اخدنا اتعلمنا ان الالكين لو انا حطيت عليه اديشن لاي هيدروجين هالايد، او لو حطيت عليه اديشن لميه،
المفروض انه بيعمل addition على الاثنين كاربونز. لو هيدروجين هالايد هيديني ال H على كاربون والهالوجين على الثانية، لو مية هيديني H على كاربون و OH على الثانية. طب تعالى اعمل نفس الرياكشن دي على البنزين رينج، حط عليها اي حاجة منهم سواء الهيدروجين هالايد او المية، ده او ده هيدي لك نيجاتيف رياكشن، الرياكشن بتاعتك مش هتمشي. طيب ايه تاني عندك مشهور؟ مشهور عندك كمان انك لو اخدت اي الكين وحطيت عليه هالوجين مولكيول زي برومين، المفروض ان تدخل واحده على الكربون دي والثانيه على الكربون الثانيه. طيب حلو قوي، تعالى نعمل نفس الرياكشن دي على البنزين. لو جينا اخدنا البنزين وحطينا عليه برومين بالكونديشنز العاديه يديني نيجاتيف. لحد هنا ماشيين على سيكونس واحد، بس بدا يلفت نظرنا حاجه غريبه. انا كان ممكن لغايه اللحظه دي اقول ان الاروماتيك كومباوندز ار نون رياكتيف كومباوندز، لان كل الرياكشنز بتاعت الاديشن ما عملوهاش، بس وهم بيحاولوا مع الرياكشن دي عمالين يغيروا في الكونديشنز ويحطوا رياجنتس ويحطوا حاجات مع البرومين. من ضمن الرياجنتس اللي حطوها ان هم اخذوا البرومين وحطوا معاه ما يسمى باللويس اسيد. اللويس اسيد حاجه زي الالومنيوم بروميد، فوق او بي بيدخل البرومو على الرينج فعلا، بس المفاجاه كانت ان الدبل بوند ما ضاعتش، الدبل بوند دي فضلت موجوده في مكانها. يعني لو جينا بصينا هنا على الرينج هنلاقي الدبل بوندز كلها الثلاثه اهم هنا وموجودين هم في البرودكت، ما اختفوش. كل اللي حصل عندي ان الهيدروجين اللي كان هنا، ما انا اللي اعرفه ان هنا كل كربون من دي شايله هيدروجين، الهيدروجين ده هو اللي طار ودخلت مكانه برومو. يعني ايه اللي حصل؟ حصل سبستيتيوشن لواحد من الهيدروجينز ودخلت مكانه هالوجين، وده اللي بدا يلفت الانتباه جدا. الكومباوندز دي مليانه دبل بوندز وبالرغم من كده ات رياكتس باي سبستيتيوشن. طب ايه السبب بقى؟ لازم نفهم ايه اللي بيجرى في الموضوع ده. دي السلايدز اللي قدامنا ديت اللي فيها الكلام اللي احنا لسه قايلينه، هنلاقي ان زي ما قلت لكم اي رياكشن من الاديشن رياكشنز العاديه بتاعه الالكينز ما بتمشيش على البنزين، سواء كانت البيرمنجنيت سواء كانت اي اديشن زي هيدروجين هالايدز او ميه او اي حاجه كنت بعمل بيها اديشن او هالوجينز ما بتمشيش. بس لاحظوا زي ما قلت لك ان لما اتحط اللويس اسيد حصل سبستيتيوشن، بدل ما يحصل اديشن على الدبل بوند حصل سبستيتيوشن لواحد من الهيدروجينز ودخلت الهالوجين مكانه. فده بدا يلفت الانتباه للاستراكشر بتاع البنزين. بداوا يقولوا لك طب نبص الاول على البنزين الدبل بوندز فين؟ بداوا يدرسوه عايزين يعرفوا ايه اللي بيجرى. قال لك طب اول حاجه نحاول نحددها اماكن الدبل بوندز. احنا ساعات نرسم البنزين كده اهوت، يعني معنى الاستراكشر اللي قدامي ده ان الدبل بوند ما بين الكربون دي والكربون دي، والسنجل بوند ما بين الكربون دي والكربون دي. طب ايه الوضع هنا اهوت؟ لما ساعات نرسمه نحط مره كده ومره كده، البنزين يترسم بالطريقتين. يعني انا لو رسمت البنزين اقدر احط الدبل بوندز من اليمين واقدر ابداها من الشمال زي ما انا عملت كده. طب يبقى بمعنى اصح ان معنى الكلام ده ان لا دي سنجل ولا دي دبل، ده مش حقيقي، مفيش واحده فيهم سنجل ومفيش واحده فيهم دبل. طب ياكدوا الكلام ده ازاي؟ بمجرد ان عشان احنا لما بنرسمه على الورق ما يمكن احنا بنرسم غلط. قال لك لا، مسكوا البنزين وبداوا يقيسوا البوند لينث، قاسوا البوند ديت وقاسوا البوند دي. المفروض ان البوند ما بين الاس بي 3 كاربونز، لو اتنين اس بي 3 كاربونز لها لينث معين، في حين لو كانت اس بي 2 كاربونز بوندد لايتش اذر كان الاتفاق اللي بيننا انها شورتر. المفروض ان الاس بي 2 كاربونز يعني السي اتش 3 لما تمسك في سي اتش 3 البوند دي لها لينث معين، لما اجي امسك سي اتش 2 دبلي بوندد لسي اتش 2 البوند دي اقصر. يعني لو اللينث هنا A واللينث هنا B المفروض ان الA اطول من B، ولو رسمت التريبل بوند بقى كمان الاقيها اقصر، لو البوند لينث نوت C الاقي C اقصر منهم هما الاثنين. اتفقنا ان كل ما زادت الاس كاركتر كل ما البوند لينث بتاعي بيصغر. بالتالي المفروض ان لو دي مثلا 5 يونتس المفروض ان انا الاقي دي مثلا 3 يونتس. انا مش عايزاك تحفظ ارقام وعشان كده ما بكتبش بالظبط اللينث بتاعهم كام، انا عايزاك بس تبقى عارف المعنى. المفروض ان دي
اطول من دي، لان دي سنجل بوند ودي دبل بوند، بالتالي المفروض ان دي تبقى اطول من دي. ما بيحصلش، مش حقيقي. التو بوندز طول بعض. ليه؟ بص كده على الكربون دي sp2، وبص على الكربون دي sp2، رغم ان البوند هنا سنجل بوند لكن التو كربونز اللي ماسكينها sp2 كربونز، وده سبب ان البوند لينث ثابت لان اكشن الكربونز كلها sp2 كربونز. وبناء عليها الدبل بوندز ديت مش ثابته، ده انا عندي ما يسمى بالالكترون كلاود اباف والالكترون كلاود بيلو. يعني ايه؟ يعني لو جيت بصيت البنزين رينج اكشلي عباره عن ادي الحلقه بتاعتك اهي 6 ممبرز، كل كربون من الكربونز بتاعته هي sp2 كربون. يعني ايه sp2 كربون؟ لو تفتكر ال sp2 كربون كانت عباره عن كربون حواليها 3 hybridized orbital sp2 و sp2 و sp2 لو تفتكر، وكان بيبقى فيه واحد py، كان ال py بيقول ما اناش داخل في الهايبريدايزيشن، ويفضل واقف perpendicular على السطر. وكان زيه لو جينا رسمنا الكربون اللي جنبها، وكان برضو بيبقى ال py واقف، كان بيحصل head wise او head to head overlap ما بين ال sp2 orbitals اللي موجودين على السطر قصاد بعض، وده يعمل السيجما بوند في الاول. وبعد كده كان بيحصل عندك overlap ما بين اللوب ده واللوب ده في الالكترون كلاود بتاعتي، يعمل زي الكترون كلاود above والكترون كلاود below، ويديني الباي بوند بتاعتي. ده كده كان اتفقنا بخصوص ال sp2 كاربونز ازاي تتكون فيها الباي بوند. كان ال py orbital بيرفض يدخل في الهايبريدايزيشن ويفضل قاعد بره لوحده، ويعمل سايد وايز اوفرلاب مع الكربون اللي جنبه. حلو الكلام. الكلام ده بقى يتطبق ازاي في البنزين؟ اللي بيحصل في البنزين عندك ان كل الكربونز بتاعتك كلها بدون استثناء sp2 كربون، زي الكربون دي sp2، 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 والكربون دي sp2. كل واحده من دول حواليها الثلاثه sp2 اوربيتلز العاديين، بس في لو تبص هنا اهوت ال py واقف perpendicular على الرينج. الكربونز دي كلها عشان sp2 بلانر، بالتالي التشين بتاعتك ديت الرينج بتاعتك ديت بلانر نايمة على السطر، بس البي وايز بتاعتها واقفة كلها بيربنديكولر عليها. كل البي واي واقفة بيربنديكولر، بيجي يحصل ايه؟ يجي يحصل اوفرلاب ما بين كل الابر لوبس وبعضها. الاوفرلاب يجي ما بين الابر لوبس دي كده وبعضها، وما بين اللور لوبس وبعضها. ادي اللور لوبس اللي تحت اهي تعمل اوفرلاب مع بعضها، فيديني الدايره اللي فوق والدايره اللي تحت اللي هي الاوفرلاب، او الالكترون كلاود الاباف البلين والالكترون كلاود البيلو البلين. ايه الالكترون كلاود دي؟ هي الاريا اللي من حق الالكترون انه يتواجد فيها. الالكترون يتواجد في اي الباي الكترونز بتاعت البي واي اوربيتالز، من حقها تتواجد في اي مكان في الالكترون كلاود اللي اباف او في اي مكان من الالكترون كلاود اللي بيلو. وعلشان كده من زمان بطلنا نرسم البنزين بثري بوندز، لان انا مش عارفه اماكنهم، وبيتحط جواه دايره بالمنظر ده. انا برسمه جوه رياكشنز بثري بوندز عشان افك البوندز واركب البوندز واشوف الميكانيزم هيمشي ازاي. انما لو برسم كده مجازا من غير ما احط ميكانيزم، يبقى هحط الدايره عشان انا اكشلي ما اعرفش الدبل بوندز مكانها فين بجد. تمام؟ طيب علشان اقول الكومباوند از اروماتيك، انا من شويه قلت لكم ان مش كل الاروماتيك كومباوندز جواها بنزين رينج. عشان اقول ان الكومباوند اروماتيك في شويه ريكويرمنتس، اربعه ريكويرمنتس لازم يكونوا موجودين عندي. ايه هما؟ اول ريكويرمنت موجود عندي بنقول ان لازم نمبر 1 ان يكون كل الكربونز sp2. الف على الكربونز اللي جوه الرينج واحده واحده. طبعا نمره واحد خالص اللي هي ما بنكتبهاش اساسا لانها باي ديفولت كده لازم يكون في رينج. ده نمرة واحد، نمرة واحد خلاص لازم يبقى عندي رينج سايكل. السايكل دي عشان اقول عليها اروماتيك ولا مش اروماتيك، ابدا ابص على الريكويرمنتس. اول ريكويرمنت ان الكربونز كلها sp2. تاني ريكويرمنت ان يكون في كونجيجيشن، او نقول عليه ريزونانس. يعني لازم يبقى عندي alternation ما بين السنجل والدبل، بيبدلوا مع بعض، سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل، ما ينفعش اتنين سنجل ورا بعض، ولا ينفع اتنين دبل ورا بعض، كده خلاص كسرت
الاروماتيستي. جميل. تالت حاجه اللي هي طالعه منهم، طالما الكومباوند كل الكربونز بتاعته ار اس بي 2 كربونز وفي ريزونانس او كونجوجيشن، يبقى باي ديفولت الكومباوند ده از بلانر. دي مش بحتاج ان انا اشوفها، لو انا عندي مايكروسكوب ابقى ابص عليها، لو انا رسمته لك مبعدر جوه الامتحان يبقى ده مش اروماتيك. انما الطبيعي ان طالما مرسوم على 2 دي انت مش عارف تشوف اذا كان بلانر ولا مش بلانر. اما حطيتلكش ويدجت ونقط دوتت يبقى انت مش قادر تحدد اذا كان بلانر ولا مش بلانر. فبالتالي بتتعامل معاه بالحاجتين اللي فوق، كل الكربونز اس بي 2 وفي كونجوجيشن، يبقى هو باي ديفولت از بلانر. رابع حاجه بقى ات شود اوباي حاجه اسمها هوكلز رول. ايه هوكلز رول ده بقى؟ هوكلز رول قال لك 4n plus 2 يساوي الباي الكترونز. قال لك حل الايكويشن ديت وطلع الn. لو الn بتاعك طلع انتجر، ويعني ايه انتجر؟ يعني whole number، يعني ما فيهوش fractions، يعني ما فيهوش decimal، يعني مش كسر، رقم صحيح، يبقى الكومباوند بتاعك is aromatic. طب لو الn لما حليت الايكويشن طلعت فيها fraction، طلع فيها كسر، يبقى الكومباوند بتاعي مش aromatic، not aromatic. في حاجة اسمها الانتي اروماتيك انا مش عايزاها، ملهاش قيمة، لأن دي أنا بعتبرها حسوكة ملهاش لازمة. ما الكومباوند دي اروماتيك يا مش اروماتيك؟ هو أنا بحاول أعرف اروماتيك ولا مش اروماتيك ليه؟ عشان أعرف إيه الرياكشنز بتاعته. ما هو الانتي اروماتيك مش اروماتيك، يعني ما بيعملش الرياكشنز بتاعت الاروماتيك. تفرق معايا بقى إيه هو أليفاتيك ولا انتي اروماتيك؟ في الآخر هيمشي كأنه أليفاتيك في الرياكشنز بتاعته، بالتالي ما بشغلش بالي بيه خالص. أنا عايزة يا أروماتيك يا مش أروماتيك، عشان لو أروماتيك هيمشي بالرياكشنز بتاعت الأروماتيك اللي هي السبستيتيوشن، ولو مش أروماتيك يبقى هيمشي بالرياكشنز بتاعت الألكينز اللي هي الأديشن. بس هو ده التارجت بتاعي من تحديد الكومباوند أروماتيك ولا لأ، عشان أعرف إيه نوع الرياكشنز اللي هتعملها الرينج دي. خلي بالك من حاجة، لو محقق تلاتة من الرولز وواحد منهم سقط يبقى الكومباوند سقط خلاص، ما بقاش أروماتيك. يعني عشان تقدر تقول على الكومباوند إنه أروماتيك لازم تحقق الفور ريكوايرمنتس، مش واحد والتاني لأ، كلهم لازم يتحققوا. لو فوتت واحد يبقى باظت الدنيا كده منك خلاص، ما بقاش اروماتيك الكومباوند. يبقى نبص تاني ايه هي الريكويرمنتس قبل ما نطبقها. هبدا بقى كده اديكم اكزامبلز ازاي نطبقها واعلمكم ازاي تحلوا الايكويشن. اول حاجه قلنا الكومباوند بتاعي يكون بلانر. دي تيجي منين؟ ان كل الكربونز بتاعته ار اس بي 2 كربونز، ويكون في ريزونانس او كونجوجيشن، وفاينلي ات شود اوباي هوكلز رول. وقلنا هوكلز رول اهو 4n plus 2 لازم يساوي الباي الكترونز، ولازم لما احل الايكويشن دي واطلع الn اطلعها whole number integer، يعني رقم صحيح ما فيهوش كسور. تعالوا بقى نطبق الكلام ده ونشوف يتحل فعلا ازاي. لو انا عندي example زي ده عايزه ابدا اطبق، اول رول انا قلت لكم عليه اتاكد ان كل الكربونز بتاعتي ار اس بي 2 كربونز. تعالى شوف كربون كربون، الكربون دي نوعها ايه؟ جنبها واحده باي بوند اهي، مش دي باي بوند، يبقى هي اس بي 2 كربون. طب ودي اس بي 2 كربون. طب ودي طالما جنبها واحده باي يبقى هي اس بي 2. طب ودي 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 sp2. طب ودي sp2. طب ودي sp2. يعني طلع كلهم sp2 كاربونز. طب تعالى نشوف الدبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل اللي بنقول عليها الريزونانس او الكونجوجيشن. ادي سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل سنجل دبل، يبقى الكونجوجيشن موجود، يبقى بلانر موجوده. ناقص لي ايه؟ هوكلز رول. قال لي ايه في هوكلز رول؟ قال لي الفور n plus 2 بيساوي الباي الكترونز. انا عايز اجيب الباي الكترونز عشان اقدر احسب الn. الباي الكترونز هي الالكترونز اللي موجوده جوه باي بوند او جوه تشارج. تعال نشوف كل الباي بوندز اللي عندي. انا عندي كام باي بوند؟ انا عندي ادي 1 2 3 4 5. كل باي بوند جواها 2 الكترونز. ما هو الالكترون بتاع البوند دي والالكترون سوري الالكترون بتاع الكربون دي والالكترون بتاع الكربون دي، وهنا برضو الالكترون بتاع الكربون دي والالكترون بتاع الكربون دي. يبقى كل دبل بوند موجوده عندي جوه الاستراكشر عباره عن 2 الكترونز، عباره عن 2 باي الكترونز. نعدهم تاني، ادي واحده دبل بوند، 2 3 4 5، يبقى معايا 5 دبل بوندز. قلنا كل واحده باي بوند ب 2 الكترونز.
تعالى يبقى نقول ال 4N plus 2 هتساوي الخمسة في 2، يعني 4N plus 2 بتساوي 10. انقل دي الناحية التانية يبقى 4N بتساوي 8، يبقى ال N بتساوي 8 على 2 على 4 يعني بتساوي 2، يبقى انتجر اهو، يبقى الكومباوند ده is aromatic. حلو قوي الكلام. طب تعالى نشوف السايكلو الكا دايين ده او السايكلو بنتا دايين. تعالى نشوف الكومباوند اللي تحته ده نمره 2، المفروض ادي الكومباوند بتاعي. تعالى نمشي على الكربونز، الكربون دي نوعها ايه؟ جنبها باي بوند تبقى sp2، طب ودي sp2، طب ودي sp2، طب ودي sp2، طب ودي ما فيهاش باي بوندز بقى sp3. يبقى ادي اول رول في الاروماتيستيك كسر. اوقف كلام؟ لا، لازم اكمل كلامي. الكونجوجيشن بتاعه ادي دبل سنجل دبل وبعدين اتنين سنجل ورا بعض، يبقى برده كمان الكونجوجيشن مكسور، يبقى الكومباوند ده مش بلانر اساسا. اجي احسب هوكلز رول، 4n plus 2 بيساوي الباي الكترونز. تعالى نعد الباي الكترونز معايا، ادي 1 2 دبل بوندز، قلنا كل واحده فيهم باتنين، يبقى عدد الالكترونز كام؟ 2 في 2 يعني 4، يبقى 4n plus 2 بيساوي 4. يبقى ننقل الاثنين الناحية التانية، يبقى 4n بتساوي 2، يبقى ال n بيساوي 2 على 4 يعني بيساوي نص يعني بيساوي fraction، يعني الكومباوند ده من كل ناحية not aromatic. الأربعة rules مش موجودين أساسا. هيقابلنا حالات تانية هلاقي واحد بس اللي مش متحقق والباقيين كلهم متحققين. تمام؟ يبقى ادي another example لكومباوند مش aromatic. تعال نشوف الكلام دوت على السلايدز المتنظمة. اتفقنا اهو، المفروض النفتالين بتاعي اهوت، مشيت مع الكربونز هتلاقيها كلها sp2s planar وcontinuous conjugation، وادي هوكلز رول متطبق برضو. السايكلو بنتا دايين مشيت لقيت دي sp3 وطبقت الهوكلز رول طلع بنص، فبالتالي طلع مش aromatic. نيجي نبص على compounds زي دي ال 3 member rings. تعالى امسك الكربونز، ادي sp2 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 راجع ورايا، اي كربون عليها دبل بوند واحده بس يبقى sp2 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 وsp2. امن عليهم كده، مش هتلاقي ولا واحده فيهم فلتت من الدبل بوندز. تعالى نشوف الكونجوجيشن، ادي الدبل سنجل دبل 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 اند سو اون. نفس الكلام ده لو طبقته هنا هتلاقيه بيمشي معاك، يبقى الكومباوندز كلها كونجوجيتد، هنلاقي كل الكربونز بتاعتها sp2 وبالتالي الكومباوندز دي كلها بلانر. ناقص لي هوكلز رول، تعالى نطبق هوكلز رول، 4n plus 2 بيساوي الباي الكترونز. تعالى نعد الدبل بونز عشان نعرف معناها كام باي الكترون. عد هنا، ادي 1 2 3 4 5 6 7. طب عد هنا، 1 2 3 4 5 6 7 يعني كلهم فيهم 7 الكترونز، الاثنين كومباوندز، يبقى بلس 2 هيساوي 7 في 2 الكترونز، احنا متفقين كله دبل بوند ب 2 الكترونز، 7 في 2 ب 14. انقل ده الناحية التانية، يبقى 4N بيساوي 12، يبقى ال N بيساوي 12 على 4 يعني بيساوي 3، يبقى الكومباوندز دي aromatic whole number، يبقى دي aromatic. طب تعالى للسايكلو دايين، أول حاجة تعالى نلف على الكربونز، sp2 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 conjugated system double single double single، بالتالي الكومباوند ده planar. تعالى طبق هوكلز رول، 4N plus 2 بيساوي الباي الكترونز. قلنا الباي الكترونز عبارة عن عدد الدبل بونز في 2، ادي 1 2 يبقى معايا 2 في 2 يبقى بيساوي 4، يبقى 4n plus 2 بتساوي 4. انقل دي الناحية التانية، يبقى 4n بتساوي 2 يبقى ال n بتساوي نص، يبقى it's not an aromatic compound رغم انه حقق التلاتة رولز الاولانيين، still ما حققش هوكل يبقى طلع مش aromatic. أجين لو حبينا نبص على الكلام ده وهو متنظم اهو قدامنا، وانا علمتك ازاي تعمله. تعال نشوف بقى على اكزامبلز غريبه جدا بتلفت انتباهنا. ساعات يبقى الكومباوند فور اكزامبل حاجه زي السايكلو بنتادايين اللي انا وريته لك يكون هو مش اروماتيك، لكن لو عملت منه تشارجد كومباوند يبقى اروماتيك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حاجه زي كده، ده اللي انا لسه من لحظه رسمهولك وعدهولك وقال لك مش اروماتيك، قلت لك هنا هو sp3
ولما عملت كوكلز رول رول قلت 4n plus 2 equals ادي 1 2 يعني بتساوي 4 يبقى ال n بتساوي نص اما حسبت الايكويشن. تعالى بقى نبص لما اشيل واحد من الهيدروجنز دولت او واحده من البونز دي واحط مكانها هنا اهي نيجاتيف تشارج، شلت واحده من البونز وحطيت مكانها نيجاتيف تشارج. لو ترجع تاني للانترودكشن هتلاقي في الهايبريدايزيشن قلنا لك ال sp2 يا اما دبل بوند يا اما تشارجد كربون. لو تشارج كربون تبقى sp2 وده اتعملنا معاه في الالكايل هالايد لو تفتكر لما كان بيبقى معانا اي الكايل هالايد كده اهوت وبعد كده كنت باجي اعمل الرياكشن اللي هي ال sn1 كان الهالوجين بيمشي الاول ويديني الكربون شيل بوزيتيف تشارج وحواليها 3 بونز وبعدين كنا بنيجي نقول النيوكليوفايل كان اتاك فروم بوث سايدز اب او داون او رايت او ليفت او فرونت او باكوردز. ليه؟ عشان الكربون بقت بلانر. ليه الكربون بقت بلانر؟ لانها بقت sp2 لانها شالت تشارج بعد ما كانت هنا اهوت sp3. فدايما التشارج بتخلي الكربون بتاعتي تنزل في الp كاركتر بواحده بما اني انا كنت بادئه بsp3 لما انزلها واحده تبقى sp2. طيب تعالى نشوف بقى السايكلو داين انين لما حطيت التشارج نبص عليه تاني نشوف ايه اللي جرى فيه. اول حاجه الكربون دي بقت sp2 ودي لسه زي ما هي sp2 ودي sp2 ودي sp2 ودي sp2 يبقى كل الكربونز اللي جواه ار sp2. طب تعالى نشوف الريزونانس. لو جيت انت مسكت الكومباوند ده اهو وفي هنا نيجاتيف تشارج الريزونانس ممتده لان دي بتحل محل الدبل بوند هي ما داخله معايا في الريزونانس بالتالي الريزونانس ما بيقفش البونز عماله تتحرك ممكن تتحرك هنا دي كانت بتكسر حركه البونز لو دي اتنقلت هنا ودي اتنقلت هنا خلاص ده كاسر السكه ما تعرفش بقى ترجع تكمل انما النيجاتيف تشارج لما اتحطت هنا خلت الريزونانس اكتمل بالتالي الكومباوند بقى فيه كونتينوس ريزونانس كل الكربونز sp2 زهيت بقى فيه الريزونانس موجود كونتينوس ريزونانس اتوجد وبعدين ناقص لي هوكلز رول هقول 4n plus 2 equals الباي الكترونز فين الباي الكترونز بتاعتي؟ ادي عندي دبل بوند وادي عندي دبل بوند يبقى دي باتنين ودي باتنين يعني اربعه وفي اتنين هنا ما النيجاتيف تشارج معناها ان الالكترون بتاع هنا بلس الالكترون الزياده اللي لما دي مشت سابته يبقى دولت عباره عن 2 الكترونز هما كمان موجودين جوه بي اوربيتال بيربنديكولار على البلين بتاع الرينج مستنيين لما يتفعلوا النيجاتيف تشارج عباره عن 2 الكترون على الكربون او على الاتوم بتاعتك بالتالي ادي عندي 1 2 3 4 5 6 يبقى الباي الكترونز بقوا بيساووا 6 يبقى ال 4n بتساوي 4 يبقى ال n اصبح بتساوي 1 يبقى الكومباوند اتحول وبقى اروماتيك رغم ان الانشارج كومباوند بتاعه از اليفاتيك لكن لما بحط نيجاتيف تشارج عليه بحوله لاروماتيك كومباوند وادينا شفنا ليه. طب تعالى عايزه نفس الكومباوند اللي معاك ده احط عليه بدل التشارج النيجاتيف احط عليه تشارج بوزيتيف هل هيفضل الكومباوند اروماتيك يعني هل الفكره في حط التشارج بس ولا كمان نوع التشارج بيفرق معايا. تعالى كده نرسم ادي الكومباوند بتاعي وحط هنا بوزيتيف تشارج تعالى نطبق هوكلز رول. اول حاجه دي اس بي 2 انا التشارج نوعها ما بيفرقش في الاخر الكربون بقت اس بي 2 وادي اس بي 2 واس بي 2 واس بي 2 الريزونانس لسه موجود يتحرك عادي خالص ما فيش اي مشكله البلاناريتي موجوده طالما كل الرولز دي اتوجدت. طب تعالى بقى نشوف هوكلز رول 4n plus 2 equals للباي الكترونز تعالى نعد الباي الكترونز ادي 1 2 بتوع الدبل بوند دي 3 4 البوزيتيف تشارج يعني مفيش الكترونز اساسا يعني حتى الالكترون الطبيعي بتاعها مش موجود يعني هم رجعوا تاني 4 تعالى بقى يبقى ال 4n plus 2 بتساوي 4 يبقى ال 4n بتساوي لما انقل دي 2 يبقى ال n اصبحت بتساوي نص يبقى ما بقاش اروماتيك يعني السايكلو بنتا داين لو انشارجد زي هنا او بوزيتيفلي تشارجد يفضل مش اروماتيك يبقى اروماتيك امتى لما بعمل له احط عليه نيجاتيف تشارج لان النيجاتيف تشارج دي بتظبط لي هوكلز رول اوكي اخوه بقى او اللي شبهه لما يبقى بدل 5 ممبر رينج يبقى 7 ممبر رينج اللي هو الهيبتا داين سايكلو هيبتا داين زي الاكزامبل ده السايكلو هيبتا داين ده لو انت بصيت عليه تلاقيه مش اروماتيك مبدئيا الكربون ديت sp3
لو جيت بصيت على بقية الكربونز هلاقيهم كلهم sp2، بس انا في معايا واحدة sp3، يعني انا خلاص كسرت الاروماتيستي. بالتالي البلاناريتي اختفت نتيجة للكربون دي، الكربون دي بوظت لي البلاناريتي، والريزونانس اختف، انا مش هعرف احرك الريزونانس بسبب الاثنين سنجل اللي ورا بعض دول. طب لو عملت هوكلز رول بيقول لي 4n بلس 2 بيساوي الباي الكترونز، تعالى نعد الباي الكترونز، ادي واحده اثنين ثلاثه دبل بونز يعني 6 الكترونز، 3 في 2 يبقى 4n بلس 2 بتساوي 6. اعمل الايكويشن دي هتطلع لك الn بتساوي 1، بس بالرغم من كده اتس نوت اروماتيك. ليه؟ علشان ال 3 ريكوايرمنتس الاولانيين مش موجودين. مش كل الكربونز sp2، ادي عندي واحده sp3، البلانيريتي مكسوره نتيجه للsp3 ديت، وفي نفس الوقت الريزونانس مكسور. طب تعالى لما احط بوزيتيف تشارج مكانه، تعالى كده بقى نعد، دي بقت sp2، احنا قلنا التشارج كومباوندز ار التشارج كربونز ار sp2 كربونز، يبقى كل الكربونز بقوا sp2، يبقى اول مشكله كسرتها. طيب نتيجة للريزونانس ده، نتيجة للاس بي 2 ديت البوزيتيف ديت، بقيت اقدر احرك الريزونانس، الريزونانس هيتحرك معايا كامل، مش هيبقى في عندي اي مشكلة فيه. بالتالي البلاناريتي اتظبطت. طب تعالى للهوكلز رول، 4n بلس 2 ايكوال الباي الكترونز، 4n بلس 2 ايكوالز كام؟ ادي عندي ادي 1 2 3، البوزيتيف ما بتتعدش، يبقى 3 في 2 ب 6، يبقى اصبحت ال n بتساوي 1، يبقى اصبح aromatic compound. طب تعالى نحط negative charge زي ما عملنا الناحيه الثانيه. لو تفتكروا في السايكلو بنتا دايين حطيت negative charge عشان اشوف و positive charge. تعالى هنا احط بقى negative، انا جربت البوزيتيف. تعالى نرتب الدبل بوندز، ادي كده كده كده. جميل؟ فضلت ديت اهي من غير دبل بوند. اجي احط عليها بقى المره دي negative charge علشان اشوف ايه اللي هيجرى. تعالى كده بقى نعد، ادي دي sp2 ودي sp2، ما انا حطيت عليها charge. الريزونانس بيكمل نتيجه للcharge اللي انا حطيتها دي، الريزونانس كامل، وبالتالي الكومباوند ده بلانر. تعالى نطبق هوكلز رول، 4n plus 2 equals الباي الكترونز، يبقى 4n plus 2 equals كام؟ تعالى عدهم معايا، ادي 1 2 3 يبقى 6 الكترونز، 3 في 2 ب 6، ودول ب 2 يبقى 8 الكترونز، يبقى 4n equals 6، يبقى ال n equals 6 على 4 يعني 3 على 2 يعني fraction، يبقى الكومباوند ما بقاش aromatic. نفس الكومباوند لما بلعب فيه بالتشارجز ممكن انقله من aromatic لنون aromatic، وممكن اعكس بعد ما كان نون aromatic اخليه aromatic، مجرد اني العب بالتشارجز شويه بس ابقى غيرت الكاركتر بتاعت الكومباوند بالكامل من كونه aromatic لنون aromatic او العكس. تمام كده احنا عرفنا ازاي نحدد الكومباوند بتاعنا از aromatic ولا لا. اوكي دي السلايد بتاعتي بتاعت التشارجز، ازاي تغير عندي في الكاركتر بتاعت الكومباوند، ازاي بحط التشارج يا اما سترونج بيز يا اما باي حاجه تسحب عندي الهيدرايد. لو حطيت سترونج بيز اسحب بروتون، لو حطيت حاجه تانية تسحب الهيدرايد زي سترونج اسيد مثلا اقدر اسحب بيه الهيدرايد. تمام كده دي ازاي احدد الاروماتيستي بتاعت الكومباوندز whether they are aromatic ولا لا. وبعد كده نتكلم على النومنكليتشر بتاعتهم. النومنكليتشر بتاعتهم ثابته وما فيهاش اي حاجه، فيها كلمه بنزين، وبعدين نشوف السبستيتونس اللي عليها تبقى سبستيتونت على البنزين. يعني لو حطيت كلورو يبقى كلورو بنزين، نايترو تبقى نايترو بنزين، هيدروكسي تبقى هيدروكسي بنزين، كاربوكسيليك جروب يبقى كاربوكسي بنزين، امين يبقى امينو بنزين. في الاخر اسم السبستيتونت وكلمه بنزين بس. جم لقوا شويه كومباوندز ادوها كومن نيمز، يعني لما البنزين يمتزج بحاجه معينه بدل ما اقول مثلا امينو بنزين اقول انيلين. ادي الاكزامبلز اللي عندي، يعني ده الطبيعي بتاعه ايه اكوردنج للايو باك، ان دي ميثيل بنزين بس هم راحوا مسمينه تولوين، دي كومن نيم والايو باك قبلتها، دي الكومن نيمز اللي الايو باك قابلها وبقدر استخدمها كانها ايو باك بالظبط. بنزين لما يتحط عليه ميثيل يبقى اسمه تولوين، لو اتحط عليه او اتش يبقى اسمه فينا، لو اتحط عليه امينو جروب يبقى اسمه انيلين، لو حطيت عليه
فاينيل جروب يبقى اسمه ستايرين، لو حطيت عليه ميثوكسي يبقى اسمه انيسول، لو حطيت عليه اسيتيل جروب يبقى اسمه اسيتوفينون، كاربوكسي جروب يبقى اسمه بنزويك، سلفونيك جروب يبقى اسمه بنزين سلفونيك اسيد. دي كومن نيمز ملهاش اسباب، بتتحفظ زي ما هي. جميل. طب ده لو مونو سبستيتيوت. طب لو في مور ذان وان سبستيتيوت اعمل ايه؟ قال لك ولا حاجه، شوف البرايورتيز بتاعت الجروبس. ادي عندك البنزين اهو، سي حطيت عليه مثل وامينو. لو انا اخدت ده كده لوحده يبقى اسمه تولوين، ولو اخدت ده كده لوحده يبقى اسمه انيلين. طب في الحاله دي الاثنين، في الحالتين البنزين لما يمسك مع واحد من السبستيتيونتس له اسم غير كلمه بنزين، لان دي من الحاجات اللي بتخليني ادي شويه برايورتي للفانكشنال جروب. لو البنزين لما يتحط عليه سبستيتيونت له اسم غير كلمه بنزين زي كلمه تولوين، فينول، انيلين، ممكن ادي ده برايورتي على فانكشنال جروب ثانيه موجوده عليه ما تديلوش الميزه دي، ميزه ان يبقى نشيل كلمه بنزين اسم السبستيتيونت وبنزين وندي اسم كامل. فبالتالي اتساووا هنا اهو. طيب ابدا افكر في البرايورتيز. الامينو جروب لها هاير برايورتي عن الميثيل جروب، يبقى انا هعتبره الانيلين. يبقى ده مبدئيا اهو، نرسمه تاني. ده الانيلين، اعتبرت مين البيرنت. انا هنا محتاجه احدد البيرنت. البيرنت بتاعي اهو اللي له هاير برايورتي. مين اللي له هاير برايورتي؟ الامينو جروب لها هاير برايورتي عن الميثيل جروب، يبقى بالتالي ده عباره عن الانيلين. جميل. وبعدين على الانيلين ده ابدا ارقب من عند الهايست برايورتي فانكشن جروب، ادي 1 والف، ادي 2 3 4، يبقى على الفور في ميثيل جروب، يبقى 4 ميثيل انيلين. طب تعالى خد نفس السبستيتيونز دي ونفس الرينج ديت بس غير اماكنها شويه. ادي البنزين رينج بتاعك اهو، وحط نفس الامينو جروب اهيت، وحط لي الميثيل هنا بدل ما كنت حاططها هنا، شيلها من هنا وحطها في البوزيشن ده. كده كده البرايورتي لسه زي ما هي، الانيلين له هاير برايورتي عشان الامينو لها هاير برايورتي، يبقى ده عباره عن الانيلين. طيب عايزه بقى ابدا ارقم، ببدا طبيعي من عند الامينو، ادي 1، ممكن الف كده واقول 2 3 4 وبعدين 5، وممكن الف كده واقول ادي 1 2 3، يبقى لما لفيت شمال اداني 5 ولما لفيت يمين اداني 3. زي ما انت متعود في الايو باك الليست possible نمبر هو اللي هيكسب، وبالتالي ده هيبقى ال 3 ميثيل انيلين. الرول ثابت، البنزين رينج هو البيرنت بتاعك، حط شوف السبستيتيونس اللي عليه مين لها هايست برايورتي، هي دي اللي هتبقى البيرنت بتاعك، هتسميها بيزد عليها. لو امينو جروب انيلين، لو ميثيل جروب تولوين، لو كربوكسيل جروب يبقى بنزويك اسيد، اند سو اون. وتبدا من عند الهايست برايورتي فانكشنال جروب تحط رقم واحد وتلف عشان تدي الاذر سبستيتيونس الليست possible numbering. يعني كانك بتشتغل في الكين عادي خالص بس انت شغال في سايكل. وكل المشكله ان ساعات البنزين لما يتحط عليه سبستيتيونس ياخد اسم جديد زي كلمه انيلين، كلمه فينول، كلمه تولوين. اول ما يظهر كلمه زي ديت تبقى هي مستحبه عن ميثيل بنزين او امينو بنزين، لو اعرف ادي برايورتي لها يبقى هي افضل فعلا. بعد كده يعني مثلا هديك اكزامبل لحاجه تكون فيها البرايورتيز ديت متلخبطه. تعالى كده نشوف، لو عندي ادي البنزين وجينا نحط عليه مثلا عايزين حاجه لها higher priority، حاجه زي كده اهو مثلا، ده propionyl وبنزين، دي عباره عن acyl group acyl group من propionic group من البروبانون. جميل. وبعدين تعالى حط هنا سي امينو جروب مثلا. المفروض ان الحاجات اللي فيها دبل بوند او اللي هي بنقول عليها الكربونيل جروب، المفروض ان هي لها هاير برايورتي
عن الامينو جروب. بس انا لو سميت ده على ان دي لها الهاير برايورتي، هيبقى ده عباره عن بنزين وعلى الكربون نمبر 1 بتاعته في بروبانون، يبقى ده عباره عن بروبانون بنزين وبعدين امينو. وده ما ينفعش، لان انا لو كنت اخدته كده هيبقى معايا الامينو مع البنزين اسمهم انيلين، رغم ان دي لها هاير برايورتي، لكن انا هكسب دي. اوكي، ليه هكسب دي؟ علشان هي مع البنزين لهم اسم لوحدهم اللي هي كلمه انيلين. احنا في الاورجانيك كيمستري في النومنكلتشر بنحاول نقلل الكلمات اللي بنستخدمها على قد ما نقدر، عشان الكلمات عندنا كتير والاسامي كبيره، فكل ما نصغر الاسم كل ما يبقى احسن عندنا. بالتالي هنا البرايورتي اتعطت لاني قللت، بدل ما اقول امينو بنزين واقول دي كمان اسمها ايه، لا ده على بعضه يبقى اسمه انيلين، وتبقى دي سبستيتيوانت عليه. لو زي ما اتفقنا، لو كان بدل ما انا استخدمت دي استخدمت الاسيتيل، كان بقى ده اسمه اسيتوفينون وده اسمه انيلين، الاثنين لهم اسم. بالتالي الدبل بوند او لانها لها هاير برايورتي هتكسب، يبقى ده عباره عن الاسيتو فينون. وعلى كربون نمبر كام بقى؟ نعد اهو، ادي 1 2 3، على كربون نمبر 3 في امينو، يبقى ده 3 امينو اسيتوفينون. تمام كده، دي الايوباك نومنكلتشر في التسميه. في بقى طريقه كومن شويه في التسميه، ايه هي؟ عندنا حاجه اسمها الاورثو، وفي حاجه اسمها عندنا الميتا، وفي حاجه عندنا اسمها البارا. ايه دول؟ يعني ايه اورثو؟ مكتوبه قدامك اهي، نكتبها اورثو كامله او نحط او سمول وجنبها داش. الميتا يا ميتا كامله يا ام صغيره وجنبها داش. البارا يا بارا كامله يا بي سمول وجنبها داش. وبطلنا نكتب الكلمه كامله، بنكتب يا او وداش يا ام وداش يا بي وداش، بس لاحظ ان هما لازم يكونوا سمول. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا مسكت البنزين رينج العاديه، ادي البنزين رينج بتاعتي العاديه، حطيت عليها السبستيتيانت الاولاني هنا اهوت، اول تو كاربونز بعد الكربون اللي ماسكه فيه، ادي الكربون اللي ماسكه فيه اهي، دي الكربون اللي ماسكه في السبستيتيانت اللي انا اعتبرته له هاير برايورتي، اول تو كاربونز جنبها بسميهم الاورثو. لو نطيت كربون، ادي الكربون اللي ماسكه في الهايست برايورتي، لو نطيت كربون وبدات اتكلم على الكربون اللي جنبها يبقى ده الميت، ادي نطيت كربون وادي الكربون اللي جنبها. طب ما الكلام ده برضو ينطبق على الناحيه الثانيه، ما هو انا الكربون اللي ماسكه فيه اهي نطيت كربون واديهن، يبقى دي كمان ميتا. الكربون اللي قصادها بقى على طول اللي هي على ستريت لاين معاها، او اللي هي بنط اتنين كاربونز وبعدين احطها، اسمها البارا. يبقى اي اروماتيك كومباوند في 1 سبستيتوانت في جواه اتنين اورثو بوزيشنز، اتنين ميتا بوزيشنز و1 بارا. مين الاورثو؟ الاورثو اللي لازقين فيه على طول يمينه وشماله. الميتا انط كربونايه واوصل لها، ادي نطيت كربونايه واوصل لها. البارا اللي على ستريت لاين معايا. طب لو انا جيت رسمت الكومباوند دوت بطريقه ثانيه، علشان ما نبقاش حافظين المنظر كده وخلاص، تعال نرسمه بطريقه ثانيه. ادي نفس البنزين اهو، واحط لك الزاد هنا اهو، مش هتيجي تقول ان ده الاورثو، مش هينفع. تعالى يعني مش هيجي تقول لي ان هنا الاورثو زي ما انا كنت رسمها في الاول، لا، هي الفكره الزيت فين اهي، يبقى الاثنين اللي جنبها على طول هم الاورثو. انط اثنين يبقى الميتا، اللي على ستريت لاين معاها هي البار. تمام، يبقى ايا كان مكان الزيت ما احطه لك، مكان الهايست برايورتي جروب احطها، انت تعرف تحسب الاورثو والميتا والبارا منها. تعالى نشوف الكلام ده. لو عندنا كومباوند زي كده، افترض ان دي مش موجوده ومعاك 2 كاربونز، سوري 2 سبستيتوينز بس، ادي عندك الفلورو وعندك الاثر، مين فيهم اللي هيكسب؟ مين اللي لو هاير برايورتي؟ الفلورو، يبقى ده عباره عن الفلورو بنزين. لو رقمت من هنا يبقى دي 1 2 3، يبقى ده ال 3 اثيل فلورو بنزين. طب لو حبيت اسميه بالاورثو والميتا والبارا، ادي الزاده اهي، فوتت كربونايه وجيت على الكربونايه اللي بعدها، يبقى ده عباره عن الميتا اثيل فلورو بنزين. جميل،
طب لو جيت بقى اتعامل مع 3 substituents، كلمة ortho وmeta وpara انساها خالص، هنا خلاص بتبقى ملهاش مجال. الortho والmeta والpara لما يبقوا 2 substituents بس، هتبقى واحدة فيهم، بقول بالنسبة للتانية ايه، هي بالنسبة للتانية ortho ولا meta ولا para. once دخلت 3 substituents يبقى خلاص بتعامل مع الارقام فقط لا غير، 1 و 2 و 3. كومباوند زي دوت مين الهايست برايورتي؟ اكيد الميثوكسي، من ناحيه لانها مع البنزين اسمها انيسول، ومن ناحيه ثانيه لان هي فعلا لها هاير برايورتي عن الفلورو والاثر. فالميثوكسي مع البنزين اسمها انيسول، يبقى ده الانيسول. وحابه ارقم من عنده، ممكن ارقم كده اقول 1 2 3 4 5 6، وممكن ارقم من الناحيه الثانيه اقول ادي 1 2 3 4 5 6. تعالى بقى فكر كده، بقى في عندك في الترقيم اللي بالاحمر الفلورو اخذت 2 والاثر اخذت 4، في حين الترقيم اللي بالاخضر هتلاقي الفلورو اخذت 6 والاثر اخذت 4. اكيد الترقيم اللي بالاحمر هو اللي هيكسب. تعالى رقم كومباوند زي دوت، هتبقى عندك المثل مع البنزين بتديك كلمة تولوين، في حين النيترو مع البنزين ملوش كلمة مميزة، بالتالي ما تقدرش تقول ان ده نيترو بنزين وتبقى المثل منسوبة لها، رغم ان النيترو ممكن يكون لها هاي برايورتي عن الالكين. وبالرغم من ذلك اديت البرايورتي للمثل علشان هي مع البنزين اسمها تولوين، يبقى ده عبارة عن التولوين. وبعدين نيجي نرقم الترقيم بتاعي، سواء رقمت من اليمين او من الشمال هوصل لنفس الحاجه، 1 2 3 4 5 6، هو 2 و4 و6 تراي نيترو تولوين، ده اللي هو اسمه التي ان تي، ده اكسبلوسيفز، دي مواد متفجره، التي ان تي ده من المواد المتفجره. اوكي، فده كده النومنكليتشر بتاعه الاروماتيك كومباوندز. في عندي بقى اكسبشن للرول الرئيسي اللي بيقول ان دايما البنزين هو البيرنت والحاجات اللي عليه هي السبستيتيونت. في حالات بعتبر فيها البنزين هو اللي سبستيتيونت على البيرنت بتاعي اللي هو هيبقى السايد تشين. ايه هي الحالات دي؟ هما ثلاث حالات. ايه هما؟ اول حاله عندي لو انا كان عندي البنزين بتاعي ماسك في سايد تشين فيها اكتر من 6 كاربونز، ادي 1 2 3 4 5 6 7، لغايه 6، لغايه لو التشين دي 6 كاربونز يبقى البنزين يكسب ويبقى هو البيرنت. زدنا عن 6 يعني ادي 1 2 3 4 5 6 بقوا 7، هم معايا 7 كاربونز، اصبحت التشين هي الرئيسيه، يعني ده عباره عن الفينيل هيبتين، طالما 7 يبقى هيبتين. خلي بالك ان البنزين لما بيتنسب ما يبقاش اسمه بنزايل، انت عندك الميثين بيبقى اسمه ميثايل او ميثل، الايثين يبقى ايثل، انما البنزين ما يبقاش بنزل او ما يبقاش بنزايل. ليه؟ لان هما اعتبروا ان البنزل عباره عن ده بنزين وعليه سي اتش 2، هي دي البنزل جروب. البنزين لما يتنسب يبقى اسمه فينل، دايما نسب البنزين اسمه فينل ل whatever التشين اللي انا هنسبه له. اتفقنا ان امتى نسيبه للتشين؟ لما يكون العدد الكاربونز بتاعتها اكتر من 6، عشان ما تتلخبطش يعني تكون اطول منه، هو شخصيا عباره عن 6 كاربونز، طول ما التشين اللي عليه 6 زيه او اقل يبقى هو البيرنت، اما تطول عنه وتوصل للسبعه او اكتر بقى هو التشين هي البيرنت، والبنزين بقى عباره عن سبستيتيونت عليها اسمها الفينل. الحالة التانية اللي عندي لما احط على البنزين اي رينج، اي رينج مهما كانت صغيرة، يعني ادي 3 ممبرد رينج اهي، عندي هنا 3 ممبرد رينج يعني سايكلو بروبين، اظن ده صغير اصغر من الستة، وبالرغم من ذلك هو البيرنت، ده هيبقى الفينل سايكلو بروبين. دايما طالما الرينج اللي اتنسب لها البنزين كان، طالما البنزين اتحط عليه سايكلو الكين مهما كان طوله، حتى لو كان اقل من البنزين بكتير، في الاخر السايكلو الكين هو البيرنت، السايكلو الكين بيكسب، فيبقى البنزين از سبستيتيوت. الحاله الثالثه اللي عندي لو انا حطيت على البنزين سايد تشين ورحت جاي حاطط على السايد تشين فانكشنال جروب زي كده، اي فانكشنال جروب، اي
function group لو اتحطت على السايد chain بتاعتي ايا كانت، حتى لو مثلا اهو كده، حط اي functional group على السايد chain، اصبحت السايد chain بتاعتك هي البيرنت. يعني compound زي دوت عبارة عن ان ده هو البيرنت، ده كم كربون؟ اتنين، فيهم carboxylic group، يبقى ده الاسيتيك اسيد. وعلى تاني كربون دي بتاخد 1 ودي بتاخد 2، يبقى على كربون 2 في فينيل. دي هنا اهوت لو جيت للكومباوند التاني ده، دي عباره عن ميثيل امين، ده البيرنت بتاعي، ميثيل وامين. وعلى نفس الكربون اللي هي كربون نمبر 1 هيبقى فيه فينيل، يبقى ده الفينيل ميثيل امين. ده مين؟ ده الميثانول. مش ده كده الميثانول؟ يبقى ده الميثانول. وجيت عليه حطيت فينيل جروب. لو كان الايثانول كنت حددت ان هي كاربون نمبر كام اللي عليها الفينيل، بس بما ان هما كلهم على كاربون نمبر 1، الحاله الوحيده كانت في ده كانت على كاربون نمبر 2، فبالتالي ما حددتش هما كام، يعني فينيل ميثيل امين، فينيل ميثانول. انما ده اضطريت اقول 2 فينيل اسيتيك اسيد علشان انا حاطه الكاربون الفينيل جروب على كاربون نمبر 2 بالنسبه للساتشين. يبقى زي ما اتفقنا هما 3 كيسز. اول كيس ان الكربون تشين مور ذان 6. تاني كيس لو عندي سايكلو الكين ايا كان طوله ماليش دعوه. تالت كيس ان السايد تشين تكون كارينج فانكشنال جروب. في الحالات دي كلها يبقى البنزين مش بيرنت، والبيرنت هي السايد تشين، والبنزين يتنسب لها. واتفقنا ان البنزين لما بيتنسب بيتنسب بكلمة فينيل مش بأي كلمة تانية. يبقى كده لو بصينا على السلايدز المنظمة، قلنا الاكسبشنز بتاعة الحالة بتاعت ان البنزين يبقى البيرنت. الطبيعي بتاعي ان البنزين هو البيرنت. امتى اعمل اكسبشنز؟ قلنا لما يكون اتاتش لسايد تشين فيها مور ذان 6 كاربونز، اللي هم نفس عدد الكربونز بتاعت البنزين نفسها، او لو اتاتش لسايكليك ستراكشر يعني سايكلو الكين مهما كان صغير، او الحاله الاخيره ان يكون في فانكشنال جروب على السايد تشين، حتى لو السايد تشين دي 1 كاربون، طالما عليها فانكشنال جروب اصبحت هي البيرنت والفينيل اصبح سبستيتوينت بالنسبه لها. كده خلصنا النومنكليتشر في الفيديو دوت. اتكلمنا على ايه هي الفينومينا بتاعت الاروماتيستي، وايه الريكويرمنتس بتاعت الكومباوند عشان يبقى اسمه اروماتيك، والنومنكليتشر بتاعته. من الفيديو اللي جاي ان شاء الله نتكلم على الرياكشنز بتاعت الاروماتيك كومباوندز.